بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فدرس جديد من دروس الفقه الحنفي من رحاب الجامع الأزهر الشريف. واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن كتاب الإقرار من كتاب الاختيار لتعليل المختار. فما معنى الإقرار لغة واصطلاحا؟ الإقرار الأصل فيه التسكين والإثبات، التسكين والإثبات، والقرار هو السكون والثبات. القرار هو السكون والثبات. يقال قر فلان بالمنزل إذا سكن وثبت. يقال قر فلان بالمنزل إذا سكن وثبت. وقررت عنده كذا، أي أثبته. ويقال استقر الأمر على كذا، أي ثبت عليه. وسميت أيام منى أيام القر لأنهم يثبتون بها ويسكنون عن سفرهم وحركتهم هذه الأيام. ومنه أيضا الدعاء، تقول أقر الله عينه إذا أعطاه ما يكفيه فسكنت نفسه. كل هذه اشتقاقات لمعاني كلمة الإقرار من كتاب الإقرار. طيب، ماذا عن الإقرار شرعا؟ الإقرار في الشرع، يعني عند الفقهاء، اعتراف صادر من المقر، اعتراف صادر من المقر يظهر به حق فيسكن قلب المقر له إلى ذلك. اعتراف صادر من شخص بحق عليه لفلان، هذا هو معنى الإقرار. اعتراف شخص بحق عليه لفلان من الناس. عندما يعلم الطرف الثاني هذا الإقرار فإنه يسكن ويستقر ويثبت ويطمئن. طيب، هل الإقرار حجة أو دليل مثل البينة أم لا؟ وإذا كان حجة فهل تتعدى إلى غير المقر أم هي حجة على المقر؟ لبيان ذلك نقول الإقرار حجة شرعية، فإذا أقر إنسان على نفسه بكذا، أي أنه قد اعترف وأقام البينة على نفسه، والبينة هي الإقرار، والإقرار كما يقال هو سيد الأدلة.
إذن هو حجة شرعية. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب كدليل على شرعية حجة الإقرار، فقول الله تبارك وتعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومن المعلوم أن الشهادة على النفس تعد إقرارا عليها. عندما يشهد إنسان أمام فلان من الناس أنه عليه لفلان كذا، فكأنه أقر وشهد على نفسه بحق لفلان عليه. يبقى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، والشهادة على نفس أو على النفس تعد إقرار. وقول الله تعالى: وليملل الذي عليه الحق، وليملل الذي عليه الحق، هذا أيضا إقرار على النفس. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف، والعسيف هو الأجير، كان يعمل عند قوم ما ثم زنى بامرأة منهم فأخبروا بأن عليه الرجم، فافتداه أبوه بمئة ووليدة من الغنم، ثم بعد ذلك أخبر هذا الرجل أن عقوبة الابن ليس الرجم وإنما هي الجلد فقط، أما عقوبة الرجم فهي من حق المرأة لأنها كانت محصنة أي متزوجة، أما الولد الأجير هذا فنظراً لأنه غير محصن فعقوبته الجلد، كما في قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لما علم الأب أن هذه هي عقوبة الابن المتمثلة في الجلد وليس الرجم، بعد أن دفع 100 من الشياه إلى تلك القبيلة، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة وطلب منه أن يقضي بينهم بكتاب الله، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى عندما قال: واغد أنت يا أنيس، أي اذهب أنت يا أنيس إلى هذه المرأة، إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية بالإقرار. فلما ذهب ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر أنه قد ارتكب الزنا عدة مرات وأقر على ذلك، أمر صلى الله عليه وسلم بأن يقام عليه حد الرجم لأنه كان محصناً. وكذلك الغامدية عندما اعترفت على نفسها بالزنا
فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم نظراً لإحصانها. أما هذا الأجير فنظراً لأنه لم يكن محصناً فعقوبته تتحقق في قول الله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الرجل عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه حكم الله أخبر بهذا الأمر، فكان فيه رجماً لتلك المرأة لأنها كانت محصنة، وجلداً وتغريباً لهذا الأجير لأنه لم يكن محصناً. الشاهد في ذلك أن الإقرار حجة شرعية بالكتاب كما قلنا وبالسنة كما ذكرنا، والإجماع أيضاً فيه الدليل على حجية الإقرار، لأنه خبر صدر عن صدق لعدم التهمة. يعني الإنسان لا يتهم إذا أقر على نفسه، لأن الإنسان لا يظلم نفسه، لا يكذب على نفسه، لا يقر حقوقاً على نفسه ليست عليه، فكان الإقرار حجة بالإجماع، ولم ينكر أحد ذلك لأنه خبر صدر عن صدق لعدم التهمة في ذلك، إذ لا يتهم الإنسان في إقراره على نفسه. إذ المال محبوب طبعاً، المال محبوب طبعاً وجبلة لدى الإنسان، فلا يتصور أن يعترف إنسان على نفسه بأنه مدين لفلان ولم يكن مدين، فكان هذا إجماع وهو حجة، أي الإجماع حجة مظهرة للحق، تظهر الحق، ملزمة للحال، تنفذ عقب الإقرار مباشرة. إذا قلنا حجة مظهرة للحق ملزمة للحال، هذا يعني أن الشخص لو أقر على نفسه بكذا لفلان ثم قال: ولي الخيار 3 أيام، هل يعتد بهذا الخيار؟ لا يعتد بهذا الخيار، لأننا قلنا أن الإقرار حجة ملزمة للحال في الحال. ومن المعلوم أن الفسخ الذي يترتب على الخيار لا يتطرق إلى الإقرار، ولذلك قال المصنف: حتى لو أقر بدين أو عين على أنه بالخيار، أي على أنه شرط لنفسه الخيار 3 أيام، لزم المال حالاً وبطل الخيار، لا وجود للخيار مع وجود الإقرار. حتى وإن صدقه المقر له لا قيمة لهذا الخيار. طيب، ماذا عن شرط الإقرار؟ ماذا عن شرط الإقرار؟ قال المصنف: شرطه كون المقر به مما يجب تسليمه إلى المقر له، يعني لا بد أن يكون المقر به مال له قيمة مالية عند الناس. فلو أقر مثلاً بكف تراب
أو حبة حنطة، فهذا لا يصح فيه إقرار، لأن الشرط عندنا أن يكون الإقرار بشيء له قيمة مالية. ولذلك يقول المصنف في ذلك: وشرطه، أي وشرط الإقرار، كون المقر به مما يجب تسليمه إلى المقر له، يعني لابد أن يكون الشيء الذي اعترف به له قيمة مالية، هنا يعتد به. أما إذا لم يكن له قيمة مالية كحفنة من تراب أو حبة من حنطة، فهنا لا يعتد بهذا الإقرار ولا يصح. حكمه، أي حكم الإقرار، ظهور المقر به، وجوده، لأنه إخبار عن كائن سابق حتى لو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم كذبه لا يحل له أخذه، يعني حكمه ظهور المقر به، يعني هناك شيء بالفعل معترف به، ولأجل ذلك من عليه هذا الشيء يخبر به. طيب، ماذا إذا كان المقر كاذبا فيما أقر وليس عليه مال لأحد إلا أنه أقر على نفسه كذبا وقال: عندي لفلان من الناس 100 جنيه، وفلان هذا يعلم أنه كاذب وأنه ليس له عنده شيء، هل بهذا الإقرار يحل للمقر له أن يأخذه؟ ليس، لا يحل له أن يأخذه، لأنه يعلم أنه كاذب ويعلم أنه ليس دائنا لهذا الشخص. ولذلك في الإقرار قالوا حكمه ظهور المقر به، لابد أن يكون هناك بالفعل دين أو شيء معترف به وغير منكر، حتى لو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في هذا الإقرار، قالوا فإنه لا يحل له أخذه على كره منه، يعني لا يجبره ويأخذ منه ما أقر به طالما أنه يعلم أنه كاذب في إقراره وأنه ليس دائن له، فليس عليه أن يجبره على أخذ ما أقر به طالما أنه كاذب، إلا أن يعطيه المقر بطيب نفس منه، فحينئذ يصنف التصرف على أنه تمليكا مبتدأ كالهبة. إقرار، الإقرار، كتاب الإقرار. يبقى إذن لو أقر شخص لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره، هل يحل له أخذ هذا الشيء بالإجبار؟ لا يحل، لأنه يعلم أنه كاذب، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهنا الشخص يعلم جيدا أنه ليس دائنا للمقر
فيما أقر به، فلا يحق له أن يلزمه به إكراهاً طالما أنه يعلم أنه كاذب، إلا إذا جاء المقر وأعطاه هذا الشيء بطيب نفس. هل له أن يأخذه؟ نعم له أن يأخذه، ويكيف التصرف على أنه هبة منه له. انتهينا على أن الإقرار حجة، يعني دليل على المقر، لكن هل كل إقرار يعترف به متى صدر من إنسان أيًا كان هذا الإنسان، بالغ أو غير بالغ، عاقل أو غير عاقل؟ المصنف يقول: الإقرار حجة على المقر إذا كان عاقلاً بالغاً. إذن إذا أقر الصبي بحق عليه لفلان من الناس فلا يعتد بهذا الإقرار، لأن شرط المقر أن يكون بالغاً عاقلاً. يبقى الشرط عندنا أن يصدر الإقرار من عاقل وبالغ لمعلوم، أن يكون الإقرار لشخص معروف معلوم، كأن يقول لأحمد الذي يسكن في مكان كذا أو يجلس في الجامع الأزهر، لا بد أن يكون الإقرار من شخص بالغ عاقل لشخص معلوم معروف. لماذا قلنا لا بد أن يكون المقر له معلوما؟ لأن فائدة الإقرار ثبوت الملك للمقر له، ولا يمكن أن يثبت الملك لشخص مجهول، إبلا بد أن يكون الإقرار من بالغ عاقل، وأن يكون لشخص معلوم معروف، لأن فائدة الإقرار لا تتحقق إذا كان لشخص مجهول. من أجل هذا قالوا إذا أقر لمعلوم، لأن فائدة الإقرار ثبوت الملك للمقر له، ولا يثبت الملك للمقر له إذا كان مجهولاً، فلا بد أن يكون معلوم. ثم قال المصنف بعد ذلك: وسواء أقر بمعلوم أو مجهول، ويبين المجهول، يعني الشيء الذي أقر به لا بد أن يكون معلوماً، كأن يقول مثلاً: عندي لفلان من الناس $100، هذا إقرار بمعلوم. طيب ماذا إذا كان إقرار بمجهول؟ قالوا: إذا كان إقرار بمجهول، كأن يقول لي أو علي لفلان من الناس مبلغاً من المال، هذا إقرار بمجهول، يصح؟ قالوا: نعم يصح، ونلزمه بأن يبين هذا المجهول، كأن يقول كذا من الفلوس أو كذا من الدولارات. ولذلك يقول المصنف: وسواء أقر بمعلوم أو مجهول، بشرط أن يبين هذا المجهول، فإذا أقر بمعلوم فبها ونعمت،
وإذا أقر بمجهول نقول الإقرار صحيح وعليك أن توضح وتزيل هذه الجهالة. طيب، هل بالإمكان أن يقر الإنسان على نفسه بشيء مجهول؟ وما صورة ذلك؟ قالوا نعم، ممكن أن يقر الإنسان على نفسه بشيء مجهول. صورة ذلك يكون عليه حق لفلان ولا يدري كمية هذا الحق، غرامة متلف لا يدري كم قيمته، أتلف فلان لفلان جهاز التليفون أتلفه ولا يدري كم يكون إصلاح هذا التلف، فيقول أنا علي لفلان قيمة إصلاح ما أتلفت، فهذا مجهول. لذلك من تلك الصور غرامة متلف لا يدري كم قيمته. أنا عندما أتلف هذا الجهاز لا أعلم قيمة الإصلاح إلا أن ذهبت إلى المتخصص لبيان ذلك فيقول إصلاحه يحتاج 100، يحتاج 200 وما إلى ذلك. أو أرش جراحة، فلان جرح فلان بجراحة معينة وهذه تحتاج إلى علاج وهذه تحتاج إلى تطبيب، ولكن لا ندري كم تتكلف تلك الجراحة، فيكون هذا إقرار بمجهول، فيكون هذا إقرار بمجهول. إذن نقول الإقرار بمعلوم وهذا ظاهر ولا إشكال فيه، وقد يكون إقرار بمجهول هذا أيضا جائز ولكن يكلف بتوضيح وإزالة تلك الجهالة. إذن هل الجهالة تمنع صحة الإقرار؟ الجهالة لا تمنع صحة الإقرار، الجهالة لا تمنع صحة الإقرار، الإقرار مع الجهالة صحيح، إلا أننا نلزم المقر بأن يزيل تلك الجهالة. فإن قال المقر لفلان علي شيء مجهول، أو لفلان علي حق، ما الحكم في تلك الحالة؟ قلنا الإقرار بمجهول جائز ولكن يكلف المقر بزوال بإزالة تلك الجهالة أو بتوضيح هذا الشيء. عبر المصنف عن ذلك بقوله فإن قال له علي شيء، أي قال المقر له أي للطرف الثاني علي شيء وهذا مجهول، أو له عندي حق هذا أيضا مجهول، نقول الإقرار في تلك الصورة صحيح ولكن يلزم أن يبين المقر ما له قيمة، ما له قيمة. لماذا؟ لأنه أقر بالوجوب في ذمته، أقر أن ذمته مشغولة بهذا الشيء والذمة محل للوجوب، فلا بد أن يكون هذا الشيء من ناحية له قيمة. ومن ثم إذا أقر بشيء ليس له قيمة كحفنة من تراب أو حبة من قمح فلا يعد بهذا الإقرار.
فإذا كان له قيمة وكان مجهولاً الإقرار صحيح، لكن يلزم المقر أن يزيل تلك الجهالة. طيب، أقر فلان على نفسه بكذا، أقر فلان على نفسه بكذا، فكذبه المقر له، يعني أقر أن عليه لفلان 100 جنيه، أقر بذلك، فجاء الطرف الثاني وقال له: أنت كاذب، لي عندك 200، وهو يقر 100 فقط، فماذا يكون الحكم؟ المصنف يقول في ذلك: فإن قال له علي شيء أو حق لزمه أن يبين ما له قيمة. طيب، الجزئية الثانية: فإن كذبه المقر له، قال له: أنت كاذب بذلك، أنا لي عندك 200 وليس 100، فقول من يسمع ويعتد به؟ قال المصنف: فإن كذبه المقر له فيما بين، كذبه فيما بين، هو قال: عندي لفلان مال، ثم قال: وهذا المال 100، كذبه المقر له وقال: لا، 200. القول لمن؟ قالوا: القول المعتبر للمقر مع يمينه. ليه؟ لأنه ينكر الزيادة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهو أنكر الزيادة. المقر له يقول 200، والمقر يقول 101، وينكر الزيادة، فهنا يقول المصنف: القول للمقر مع يمينه. لماذا؟ لأنه منكر للزيادة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. الصورة التي بعد ذلك قال فيها المصنف: وإن أقر بمال لم يصدق في أقل من درهم، أقر بمال لم يصدق في أقل من درهم، أقر وقال: أنا عندي لفلان مال، نقول: هذا إقرار صحيح، لكن عليك أن تبين قيمة هذا المال. فقال: المال عبارة عن حفنة من القمح أو حفنة من الدقيق، هل يصدق في ذلك وهل يعتد بإقراره؟ قال المصنف: وإن أقر بمال لم يصدق في أقل من درهم، نقول له: إقرارك لا يكون إلا في حدود الدرهم، فإذا قال نصف درهم، ربع درهم، حفنة من الدقيق، حفنة من القمح، كل هذا لا يعتد به ويلزم بسبب إقراره بدرهم كامل. لماذا قلنا بدرهم؟ قالوا: لأن ما دون ذلك لا يعد مالاً عرفاً، يعني الحفنة من الدقيق أو الحفنة من الأرز أو القمح، هذا في العرف، عرف الناس، لا يعدون هذا مالاً، لكن يعدون الدرهم مال، يعدون الدولار مال، وما إلى ذلك. فإن أقر بمال
لم يصدق في أقل من درهم، لأن ما دون الدرهم لا يعد به مالاً في عرف الناس، لا يعد الإقرار هذا معتبراً في عرف الناس، لأن عرف الناس يطلقون على الدرهم فما فوقه مال وما دونه ليس مال. طيب، ماذا إن أقر وقال لفلان علي مال عظيم، لفلان علي مال عظيم، عظيم له قيمة له قدر، فماذا نقول في تلك الحالة؟ قال المصنف: وإن قال لفلان علي مال عظيم فهو نصاب من الجنس الذي ذكر، أي كأنه اعترف بالنصاب، فإن كان الجنس الذي ذكره دراهم فنصاب الدراهم 100 درهم، ذهب فنصاب الذهب 20، غنم له عندي مال عظيم من الغنم، يبقى هذا يصدق على إيه؟ على النصاب، ومن الغنم 40 شاة، وهذا هو نصاب الغنم، ومن البقر 30 بقرة، إلى غير ذلك. يعني إذن قال المقر لفلان علي مال عظيم من الدراهم، فنقول عليك نصاب الدراهم 100 درهم، لفلان علي مال عظيم من الذهب فنقول عليك نصاب الذهب 20 مثقالا، لفلان علي مال عظيم من الغنم نقول له عليك نصاب الغنم 40 شاة. في هذا المعنى يقول المصنف، يقول المصنف: وإن قال أي المقر له مال عظيم عندي من الغنم، نلزمه بإيه؟ نلزمه بنصاب الغنم. له مال عظيم عندي من الذهب، نلزمه بنصاب الذهب 20 مثقال، هو ما يساوي في تعاملاتنا الآن تقريبا 85 جرام من الذهب، وهذا هو الإيه؟ النصاب الذي تجب بسببه الزكاة. فمن ملك مالا أو ذهبا يساوي 85 جرام فقد استكمل النصاب طبعا، وحال عليه الحول وكان زائدا عن حاجته الأصلية ولم يكن مشغولا بدين واجب السداد، هنا نقول تحقق عندك شرط النصاب، فعليك أن تبادر بإخراج الزكاة، حيث قال الله تبارك وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. النسبة المقررة في الزكاة ما يعادل 2.5%، 2.5%. فمن ملك نصابا أي ما قيمته 85 جرام من الذهب وحال عليها الحول، يعني مرت عليها 1 هجرية وكان هذا المال زائدا عن حاجته الأصلية ولم يكن مشغولا بدين واجب السداد حالا، فهنا اكتمل عنده النصاب،
واستوفى شروط إخراج الزكاة، فنقول له بادر بإخراج الزكاة والقيمة المقررة لك ما يعادل 2.5%. طيب، هذا في حالة ما إذا قال علي مال عظيم من الدراهم أو من الغنم أو من الذهب. طيب، ماذا إذا قال علي مال عظيم مثلا من الحديد أو من الألمنيوم وهذا لم يكن له نصاب؟ فنقول عليك في تلك الحالة إذا ذكرت ما ليس له نصاب قيمة النصاب. قيمة النصاب، نشوف نصاب الذهب يساوي كام؟ 85 جرام في سعر اليوم، النتيجة كذا، يكون هذا هو النصاب. فإذا أقر بشيء مما ليس له نصاب فعليه قيمة هذا النصاب، وقيمة النصاب في غير الأموال الزكوية، لأن النصاب عظيم، لأن مالكه أي مالك النصاب يعد من الأغنياء، والغني معظم عند الناس. إذن أقر بمال عظيم مما له نصاب، نقول عليك نصاب الذهب أو البقر أو الغنم على حسب إقراره. أقر بمال عظيم من غير الأموال الزكوية، نقول له عليك قيمة النصاب في هذا الشيء. طيب، قيمة النصاب في غير مال الزكاة، هذا كلام الصاحبين أبو يوسف ومحمد من تلاميذ الإمام، لكن إمام الحنفية أبو حنيفة ورد عنه أنه قال أنه في تلك الحالة مقدر بعشرة دراهم. صاحبان ذهب إلى وجوب قيمة النصاب في تلك الحالة إذا أقر بشيء مما ليس له نصاب، أي ليس من الأموال الزكوية. الصاحبان قال عليه قيمة النصاب، الإمام قال مقدر بعشرة دراهم. مقدر بإيه؟ بعشرة دراهم. لماذا قدر الإمام عشرة دراهم؟ قال لأنها عظيمة، أي العشرة عظيمة، قيمتها عظيمة عند الناس. كيف أنها عظيمة عند الناس؟ الإمام قال ذلك، وقيمة النصاب في غير مال الزكاة، قيمة النصاب عند الصاحبين وعند أبي حنيفة عشر دراهم. ليه؟ لماذا يا إمام؟ قال لأنها عظيمة حتى يستباح بها الفرج وقطع اليد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هذا المقدار اللي هو عشر دراهم يصح أن يكون مهر، يصح أن يكون إيه؟ مهراً، وهذا هو أقل المهر عند الحنفية، وبه يستباح وطء الزوجة. يعني عندما يتزوج الرجل أو يعقد الرجل على امرأة ويعطيها أقل المهر هو 10 دراهم، أصبحت زوجة له، يباح له أن يعاشرها معاشرة الأزواج، والمهر كام؟ 10 دراهم. يريد الإمام أن يقول إن التقدير بعشر تقدير معقول ويعد تقدير عظيم، حيث يستباح تستباح الفروج بأقل المهر هو 10، وتقطع الأيدي عند السرقة
إذا كانت قيمة السرقة 10 دراهم. هذا هو خلاف الإمام مع الصاحبين في تلك المسألة. طيب، المسألة التي بعد ذلك أيضاً قال فيها المصنف: وإن قال أي المقر أموال عظام، أموال عظام، وإن قال المصنف قال المقر لفلان علي أموال عظام، فماذا يكون الحكم؟ وبماذا نلزم المقر؟ قال المصنف: وإن قال أموال عظام فثلاثة نصب. ثلاثة نصب يعني إيه؟ قال المقر لفلان علي أموال عظام من الغنم أو أموال عظام من الذهب، فهنا يكون الواجب عليه كما قال المصنف 3 نصب، نصاب ونصاب ونصاب. من النوع الذي سماه، فإن سمى الغنم فثلاثة نصب من الغنم، وإن سمى الذهب فثلاثة نصب من الذهب. لماذا؟ قال المصنف: لأنه جمع عظيم وأقله 3، أقل الجمع 3، فإذا قال أموال عظام هذا جمع وأقل الجمع 3، فنقول عليه 3 نصب من المال الذي ذكره. طيب، وماذا إن قال علي دراهم؟ قال المقر لفلان علي دراهم، فهنا قالوا 3، يعني يلزم 3. لماذا؟ لأن أقل الجمع كما نقول 3، فهي متيقنة بذلك. فإن قال المقر علي دراهم لفلان نقول له الإقرار صحيح وعليك 3 دراهم لأن هذا أقل الجمع. طيب، وإن قال أموال كثيرة، قال دراهم 3، وإن قال كثيرة دراهم كثيرة، ماذا يكون الحكم؟ قال المصنف: وإن قال دراهم فقط 3، وإن قال دراهم كثيرة 10. إن قال كثيرة 10، وهذا رأي الإمام، إمام الحنفية. وقال أي الصاحبان في تلك الصورة الأخيرة: 200 إن قال دراهم كثيرة، 200 عند الصاحبين، 10 عند الإمام. وإن قال كثيرة 10 عند الإمام، وقال أي الصاحبان 200، لأن الكثير ما يصير به الشيء كثير، والشيء يكون كثيراً 200 فما فوق، اعتباراً بالنصاب. احنا قلنا نصاب الدرهم 100 درهم أي 200. طيب، وهذا كلام الصاحبين، لأن الكثير
ما يصير به الشيء كثيرا هو 200، وهذا معتبر بنصاب الدراهم، وقد قلناه 200 درهم. الإمام قال في هذه المسألة: وإن قال كثيرة أي دراهم كثيرة فعليه 10. على أي أساس قضى الإمام 10؟ قال المصنف: ولأبي حنيفة أن 10 أقصى ما يتناوله اسم الجمع. 10 أقصى ما يتناوله اسم الجمع بهذا اللفظ، فيكون هو الأكثر. يبقى الإمام يقول في تلك الصورة يلزمه 10، لأن 10 أقصى ما يتناوله اسم الجمع بهذا اللفظ، فيكون هو الأكثر فينصرف إليه. طيب، أيضاً ما زال المصنف يتكلم في ذلك ويقول: وإن قال دراهم 3، وإن قال كثيرة 10، ولو قال كذا درهما، فماذا نقول؟ قال المصنف: ولو قال كذا درهما فدرهم واحد، وإن قال كذا درهما فدرهم، لأنه فسر ما أبهم، ما كان غير واضح فسره بذلك. ولو قال كذا درهما فدرهم، لأنه فسر ما أبهم، درهم واحد. هذا الرأي. وقيل، أي الرأي الثاني في تلك المسألة، يلزمه 20 درهما وليس درهم واحد، وهذا هو القياس، لأن كذا يذكر للعدد عرفا، والعدد لا يكون في تلك الصورة أقل من 20. طيب، ماذا لو قال كذا وكذا؟ قال كذا وكذا. قال المصنف: ولو قال علي كذا وكذا، فبما نفسر كذا وكذا هذا؟ قال المصنف: ولو قال كذا وكذا ف21، يعني 21. ليه؟ لأن كذا وكذا له نظيره من الذي يفسر به. كذا وكذا، ولو ثلث بالواو كذا وكذا وكذا، ماذا لو ثلث بالواو؟ قال المصنف في ذلك: ولو قال كذا وكذا ف21. طيب، ولو قال كذا وكذا وكذا، يعني ذكر 3 مرات بالواو، قال المصنف في ذلك: ولو قال كذا وكذا ف21، ولو ثلث بالواو تزاد 100، تزاد 100، بدل من 21 بهذه الزيادة تصبح 100، يبقى يكون إقراره في تلك الحالة 100. ولو ربع قال كذا وكذا وكذا وكذا، أقر بذلك، نقول إيه؟ ولو ربع تزاد إلى 1000 بدل من 100. وفي هذا الكلام ينطبق على كل مكيل وموزون.
طيب أربعة بألف. نعم 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 نعم، هو تفسير لهم لهذا المعنى، فسروه بكذا في زمانه. فهنا قال المصنف له علي كذا كذا بدون واو، كذا كذا يبقى عليه ايه؟ لا، كذا كذا بدون الواو، ما فيش جمع، يبقى عليه 11 درهما، لأنه ذكر عددين مبهمين، كذا كذا عدد مبهم وعدد مبهم، ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف عطف، أقل ذلك في المفسر 11 درهما. كذا كذا تفسير الكلام بكذا، فسروه بكذا طالما ليس بينهما حرف الايه؟ العطف اللي هي الواو. نعم، ليس له رقم محدد، بل هو رقم مبهم عنده، نفسره بايه؟ للعلماء تفسيرات. ان قال كذا كذا دون حرف العطف له تفسير، وان قال كذا وكذا وكذا بحرف العطف له تفسير. فهنا قال كذا كذا بدون حرف العطف، بدون حرف العطف، يفسر ذلك بأحد عشر. لماذا؟ قال لأنه ذكر أي المقر عددين مبهمين، يعني مبهمين يعني إيه؟ إيه؟ يعني القيمة ليست واضحة فيها إجمال. ففي تلك الحالة عندما يذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف فيكون التفسير بأحد عشر، وأقل ذلك في المفسر كما قلنا 11 درهم. ولو ثلث بغير الواو علي كذا 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 بدون واو العطف فكذلك، لأنه لا نظير له، 11. طيب ولو قال كذا وكذا بحرف العطف، كذا و، فأحد وعشرون، لأنه نظيره من المفصل كذا. ولو ثلث بالواو تزاد 100، كذا وكذا وكذا حرف العطف، يبقى تزاد إلى 100. ولو ربع كذا وكذا 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 تفسر بإيه؟ بألف، اعتبارا بالنظير. نزود بقى بحسابه، نزود بحساب. نعم، لأصحاب الخبرة في التقويم، أصحاب الخبرة. طيب لو قال 100 ودرهم علي لفلان 100 ودرهم، الحكم يكون ايه؟ قالوا واذا قال المقر لفلان 100 ودرهم فالكل دراهم، واضحة ليس فيها ايه؟ ليس فيها غموض. وكذا كل ما يكال ويوزن له عندي 100 كيلو من القمح وكيلو، يبقى إذن الكل حبوب أو الكل دراهم، لأنه ليس في الإقرار وهم ولا شك. ولو قال 100 درهم ودرهم فالكل دراهم،
هذا الحكم أيضا يسري على كل ما يكال ويوزن، كالحبوب تكال والأشياء الأخرى التي توزن. طيب، قال المصنف في ذلك: وكذلك لو قال مئة وثوبان، مئة وثوبان، يبقى الكل إيه؟ ثياب، مئة ثوب وثوبان. ولو قال مئة وثلاثة أثواب فالكل أيضا ثياب، لأنه ذكر عقب العددين اللي هو مئة ومئتان، ذكر بعد ذلك ما يصلح أن يكون تفسيرا له، ما يصلح أن يكون تفسيرا للأول أي للعدد الأول، وتفسيرا للعدد الثاني وهو الثياب، لأنه ذكرهما بغير عاطف. طيب، ماذا إن قال المقر له علي، له علي أو له قبلي؟ هذا نكيفه على أنه دين لفلان علي كذا، لفلان علي مئة، أو لفلان قبلي مئة، نكيفه على أنه إيه. قال المصنف في ذلك: وإن قال له علي أو قبلي فهو دين. ليه دين؟ لماذا قلنا إنه دين؟ لأن هذه الصيغة وهذه الصورة تستعمل للإيجاب، ولله على الناس حج البيت، هذا يستخدم إيه؟ للإيجاب، ولله على الناس حج البيت، أي حج البيت واجب على المستطيع بشروط الاستطاعة المعروفة لنا. فهنا يقول المصنف: وإن قال له علي أو قبلي فهو دين عليه، لأن هذا يستعمل للإيجاب عرفا، يستعمل للإيجاب عرفا، والذمة كما قلنا قبل ذلك محل للإيجاب، الذمة محل لأن يكون عليها أو لها، محل للإيجاب، فيكون التعبير بهذا دينا، إلا إذا أتى بكلام آخر في تلك الصورة، فهنا يعبر المصنف ويقول: إلا أن يبين موصولا أنها وديعة. يعني إيه؟ قال له علي أو قبلي كذا، نكيفه على أنه إيه؟ دين. الصورة الثانية: قال له علي أو قبلي وديعة، يبقى نكيفه على أنه إيه؟ وديعة. يبقى هنا المصنف يقول: إن قال له علي أو قبلي وسكت فنقول هذا دين، لأن هذا اللفظ مستعمل للإيجاب عرفا، والذمة محل للإيجاب، فيكون دينا عليه في ذمته. إلا أن يبين موصولا أنها وديعة، كأن يقول له علي أو قبلي وديعة، إذن خرج الحكم من أن يكون دين وصار كأنه وديعة، لأنه يحتمل ذلك مجازا، فلا يصدق إلا بالبيان موصولا. يعني إمتى نقول أو متى نقول إنه وديعة؟ إذا أتى عقب كلامه موصولا بكلمة وديعة، إذا أتى عقب كلامه مباشرة له علي أو قبلي وديعة، فهنا نقول إذا أتى موصولا بهذا القيد فنقول
هذا وديعة، وهذا لا يصدق إلا بالبيان منه موصولاً مع إقراره الأول. طيب، الصورة الثانية: قال المقر عندي ومعي وفي بيتي، عندي ومعي وفي بيتي، يبقى الحكم هنا إيه؟ تكيف على أنها إيه؟ تكيف على أنها أمانة، عندي معي في بيتي، يبقى هذه صور للأمانات. الأمانة لها حكم من ناحية الضمان وعدمه، فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو الإهمال وما إلى ذلك. لكن إذا تلفت الأمانة، تلفت الأمانة وكان بتعدي، التلف بتعدي أو بتقصير، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، لكن أخذ كل الاحتياطات اللازمة لحفظها ومع ذلك تلفت أو احترقت، يبقى في تلك الحالة هل هناك تقصير أو إهمال؟ يبقى لا يضمن في تلك الحالة. فلو قال بإذن المودع، يتوقف الاستعمال على إذن المودع، عندي ومعي وفي بيتي، قالوا هذا أمانة لأنه يستعمل في الأمانات، لأنه إقرار بكونه في يده، والأمانة أدنى من الضمان. طيب، الصورة الثانية: لو قال له، لو قال له، لي عليك 1000، قال شخص لآخر لي عليك 1000، فماذا يكون الحكم في تلك الحالة؟ المصنف يقول: ولو قال له آخر، أي شخص آخر، قال له آخر، أي شخص آخر، لي عليك 1000، يبقى الدعوة من مين هنا؟ من شخص آخر، قال له آخر لي عليك 1000، فقال أتزنها أو انتقتها أو أجلني بها أو قضيتكها أو أجلتك بها، كل هذه الألفاظ تعد إقرارا بذلك. انتقتها، أجلني، قضيتكها، أجلتك بها، كأن هذه ألفاظ تدل على إيه؟ على أن هناك بالفعل شيء، وتصرف الطرف الثاني بجعلها مثلا مؤجلة، أو يقول له لي عليك كذا فيقول قضيتك هذا الشيء أو أجلتك هذا الشيء، فهذا كله يعد إيه؟ إقرارا. مرة تانية: قال له آخر، قال له آخر لي عليك 1000، فقال كذا أو كذا، يعني قال عدة ألفاظ تدل على أنه معترف بذلك، تدل على أنه إيه؟ معترف بذلك، دفعتها لك أو أجلني بها أو قضيتها أو أجلتك بها، قالوا فهذا كله إقرار بذلك، كأنه أقر بذلك. لكن قال المصنف هنا: ولو تصادق على أنه قاله على وجه السخرية لا يلزم. يعني إيه؟ قال آخر له لي عليك 1000، وكان من باب المزاح أو من باب الضحك وعلم ذلك، هل يعد هذا عندما يقول قضيتكه إياه، يعد هذا اعترافا؟ احنا اتفقنا في البداية على أنه إيه؟ مزاح، أو على أنه من باب الضحك أو من باب السخرية. المصنف يقول: ولو تصادق
على أنه قاله، أي قال هذا الكلام على وجه السخرية، لا يلزمه ذلك، بيضحك معاه أو بيهزأ به، لي عليك كذا، ويعلم أنه مازح في كلامه، فقال أنا قد سددته لك. هل هذا يعد إقرار؟ قالوا هذا لا يعد إقرارا، لأنه من باب المزاح أو من باب السخرية. هنتوقف عند هذا القدر اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.